يا صباح الخير والسعادة على عيون مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتي مع طارق السعود، وهي أول حلقة بعد شهر رمضان المبارك وبعد العيد. كل سنة وأنتم وإحنا كنا طيبين إن شاء الله، وبخير وبصحة، ودي أهم حاجة، وبسعادة إن شاء الله. النهاردة عندنا فقرتين، حنرجع على موضوع الأبراج بعد غياب خلال شهر رمضان المبارك. فعندنا فقرة الأبراج الفلكية إن شاء الله والتوقعات، ونستقبل كل اتصالاتكم ومداخلاتكم التليفونية على الفقرة دي إن شاء الله، هتكون الفقرة الثانية في حلقة النهاردة فقرة الأبراج. لكن الفقرة الأولى هتكون فقرة مهمة جدا، بما أنه الحظر التجوال مطول شوية، وازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الأيام اللي فاتت بشكل متزايد، خلانا النهاردة نفكر أنه إزاي ممكن نستحضر الطاقة الإيجابية في البيت، إزاي ممكن نركز على الحاجات الحلوة، إزاي ممكن نبتعد عن العصبية والتذمر والانفعالات غير المبررة. عشان كده النهاردة معايا ضيفة مميزة جدا جدا جدا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية الأستاذة ريم العبدلي. هنتكلم معاها وحنتعلم منها إزاي ممكن نستحضر الطاقة الإيجابية في البيت عندنا في خلال حظر التجوال. صباح الخير أستاذة ريم. صباح الخير، إزاي حضرتك؟ الحمد لله، كله تمام؟ تكونوا بخير الحمد لله. يا أهلا وسهلا بك. طيب إحنا نخش في الموضوع عشان عندنا أسئلة كتير، وعندنا أكيد مواضيع كتير وفقرات كتير في الفقرة دي، وعايزين نستغل الوقت. الحظر مطول شوية، فإزاي ممكن نجتاز الفترة دي على الصعيد النفسي؟ طيب صباح الخير اولا. صباح النور. خلينا نتكلم في البدايه عن انه احنا الموضوع ده جه اجتاح العالم كله وسموه جائحه، لانه يعني حاجه اولا فريده من نوعها، ما كانتش حصلت قبل كده في العالم، انه يشترك العالم كله في مشكله واحده، والناس كلها في كل بلدان العالم تتعرض لازمه موحده. تمام. فإحنا كل واحد كل بلد تعامل مع الموضوع بشكل مختلف، إنما في الآخر كلهم اشتركوا في مشكلة، حتى تلاقي كل النقاشات وقفت، المشاكل بين الأماكن والبلدان وقفت، الناس كلها الحروب وقفت. فدي أكيد هو دايما في كل مشكلة فيها جانب إيجابي، مش كل مشكلة يعني مش كل مشكلة لازم تطلع منها حاجات إيجابية. ففي حاجات إيجابية كتيرة هنتكلم عنها دلوقتي. اللي حصل من بداية الأزمة، الناس ما كانتش متخيلة إن هو هيطول كل الفترة دي. الموضوع طول، احنا داخلين دلوقتي في 5 شهور تقريبا. تمام. فطبعا وثلاثة في الحظر تقريبا، وثلاثة في الحظر. فطبعا الناس ابتدت تتدمر، وهي من الأول مش متقبلة التغيير أو الحاجة الفجائية اللي حصلت. يعني نيجي نتكلم عن الضغوط، هل الضغوط لما تيجي تهجم على شخص معين أو تهجم على حياتنا كبشر تدينا استئذان؟ يعني تيجي تقول أنا هاجي لكم بعد شهر هعمل لكم ضغط نفسي أو ضغط من نوع ما. الضغوط دايما تيجي ما بتديناش أي فرصة، فجأة تلاقي نفسك أنت تحت ضغط. اللي مر فيه العالم دلوقتي أنه إحنا تعرضنا لضغط فجائي ومن عدة أنواع. تمام. يعني الضغط فيه أنواع كتيرة، أهم ضغط تعرض ليه الناس هو الضغط الاقتصادي المادي أو الاقتصادي. المادي. تمام. الضغط الاقتصادي عمل عامل مهم جدا وحيوي جدا، وحقها الناس بتحس بيه أنه هو يشكل مشكلة كبيرة قوي، لأنه أنت رب أسرة مطلوب منك توفر الالتزامات الأساسية لأسرتك. فلما أنت خسرت شغلك أو شغلك تأثر، أو في ناس كتير جدا خسرت شغلها طلعت من الشغل أو توقف شغلها لمدة معينة، أكيد أكيد هيأثر عليك وهيدخلك في ضغط نفسي جامد جدا. الضغط النفسي ده هيبتدي يأثر على الناس اللي حواليا. طيب ربة الأسرة أو السيدة اللي عايشة في البيت، الزوجة أو الأم، الزوجة أو الأم أو الأخت أو whatever، الست دي كمان تعرضت لضغط نفسي. في ضغط الرجل تعرض للضغوط الاقتصادية، والستات كمان طبعا السنجلز اللي بيشتغلوا
يعني كل واحد يعيل أسرة تعرض لضغط اقتصادي، دي أولا. تاني حاجة تعرض لضغط التغيير، أنه أنت فجأة تلاقي نفسك أن أنت محبوس في البيت، أن أنت ما تقدرش. تالت ضغط الخوف، أنه أنا خايفة من المرض، خايفة على أولادي، خايفة على الناس اللي حواليا، خايفة على نفسي، خايفة على صحتي. فدلوقتي لما بقينا إحنا تحت ضغط جامد جدا من كل الجوانب، الضغط الاقتصادي الاقتصادي والنفسي والاجتماعي والخوف الصحي، تمام. فدي كلها تجمعت خلتني أنا في موقف أفضل أنا طول الوقت قلقانة، بفكر أنا هعمل إيه، أنا إزاي هتجاوز الفترة دي، طب اللي جاي إيه. ودايما الإنسان يخاف من المجهول، فالمجهول ده إن إحنا مش عارفين إمتى هيخلص، تمام. طول ما فيش مصل، ما فيش لقاح. عامل كمان زاد الضغط الإشاعات، صح، الإشاعات والسوشيال ميديا وتمرير المعلومات الخاطئة من قبل كوقاية، وقاية خاطئة كتير كتير الناس تعرضت ليها، وتعرضت لحوادث من خلطات في البيوت يعملوها، تعرضوا لحوادث كتيرة جدا في الفترة اللي فاتت بسبب الكحول وخلطات، وخلطي كذا مع كذا. يا جماعة لازم نتبع تعليمات الدكاترة، ما ينفعش احنا من نفسنا نبتدي نألف دواء ونألف وقاية، وصفات معينة نبتدي بالضبط. فابتدت دي كمان الإشاعات على الفيسبوك، عدد وفيات كتير، عارف، رعب وخوف، فده كله عرض الناس لمشكلة من كم هائل من الضغط. طيب أنا إزاي دلوقتي أجي أتخلص من كل ده، أو إزاي أستحمله وأتجاوزه؟ طيب هو في سؤال هنا، يعني هل واحدة من أساليب تجاوز الضغط النفسي والعصبي هو معرفة إيه نوع الضغط اللي بيجي علي؟ يعني هل مثلا أنه أنا عارف لو الضغط علي اقتصادي أنا ممكن، يعني اللي يعرف المشكلة يعرف ممكن يعني يحلها، ولا يعرف نصح لها على الأقل يعرف عندنا مشكلة. أولا هي معرفة ما هي المشكلة، ومن ثم علاج المشكلة طبعا. فأول حاجة أعتقد أنه لازم نعرف ايه هو الضغط اللي انا بعاني منه. بص الناس كلها بس دلوقتي مشتركين في المشكله، كل الناس عندها مشكله اقتصاديه، تمام، اوكي، دي مبدئيا كل الناس اللي عنده بزنس كبير تاثر، والموظف اللي بياخد مرتب تاثر، واللي يشتغل في اليوميه تاثر، صح. فلو اتكلمت عن المجتمع كله في كل العالم على فكره دلوقتي. مش بس هنا يعني، تمام، اوكي، دي حاجه. المشكله الصحيه الكل اشتركوا ان هم خايفين، فاحنا دلوقتي في ضغط مشترك، وده ساعات بيخلل حجم المصيبه. يعني احنا دايما بنقول لما كل الناس تشترك في حاجه بس فانا دلوقتي ازاي اقدر افكر اطلع نفسي. اولا عندنا الاكسبتنس، القبول، انه انت تتقبل الوضع اللي انت فيه دلوقتي، وتيجي تفكر تعيد حساباتك. طب أنا تعرضت الضغط، الضغط ده هيأثر على السلوك بتاعي، أنت إيه الخطوة اللي بعد ما أنا مضغوطة، هيأثر على طريقة تفكيري، ويأثر لما يأثر على طريقة تفكيري هيجي يأثر على السلوك، فالسلوك يجي أبقى عصبي جدا، متنرفز، معرفش أتكلم مع الناس، في بيتي عصبي، في شغلي عصبي، بالتعامل مع أي حد، مع أولادي كئيب متذمر. فطبعا كل الحاجات دي هتتجمع عليا فتأثر على السلوك. طيب أنا لازم أطلع نفسي من المشكلة دي، أعمل إيه؟ الحاجة اللي أنا أعملها أولا، إحنا دي فرصة أعتبرها، يعني أنا كل ما أدخل في مشكلة أقول أنا لازم أطلع حاجة كويسة من المشكلة اللي أنا فيها، تمام. لازم في جانب إيجابي، ما فيش جانب سلبي. إحنا الفترة دي اللي قعدناها دي فرصة تعيد حساباتك، فرصة تعيد ترتيب أوراقك، فرصة تحط لك أهداف جديدة. دايما الإنسان من غير هدف يبقى ولا حاجة، عايش على هامش الحياة، على الحافة، عارف، يعني على الجنب كده. والناس اللي ما عندهاش أهداف دايما تشوفها عشوائية في الحياة، تنام وتصحى وتاكل وتشرب وما تفكرش. الناس دي يعني أنا بشوفها مظلومة جدا، لأنه هي حرمة نفسها من نعمة ربنا سبحانه وتعالى ادهالها، مش عارفة تعيش ومش عارفة تحط. طب أنا لو حطيت أهداف أقول إن أنا بعد الحظر ده هبتدي أعمل كذا أعمل كذا، أحط لي أهداف بعيدة المدى، إن أنا السنة اللي جاية عندي كذا هدف، طب إزاي أقدر أحققهم؟
احققهم باعمل ايه المفروض ان انا دلوقتي اعمله عشان احقق اهدافي. تمام، هناخد اتصال من استاذ صبحي ونرجع على ايه المفروض نعمل عشان الاهداف. صباح الخير استاذ صبحي. صباح الخير. صباح الفل يا استاذ، كل سنه وانتم طيبين. اهلا وسهلا بيك، كل سنه وانت طيب. اتفضل. طيبين. اتفضل حبيبي. كل سنه وانت طيب. والله الدكتوره كلامها جميل وعجبني، وهو ده المفروض، بس انا عايز اضيف حاجه لحضرتها. تمام. المفروض احنا نتعرف ربنا. المفروض احنا نتقرب لربنا، مش هنحسن اي حاجه، وبعدين ما فيش خوف ولا حاجه، لان ربنا لما بيريد حاجه بتحصل هي هتحصل. تمام. اتفضل. احنا نتبع كلام الدكتوره، عشان الدكتوره كلامها جميل في كل حاجه بصراحه. شكرا. بس احنا كل حاجه تقربنا لربنا، كل ما نتقرب لربنا يعني هيتقرب بينا. ونعم بالله. اكيد. ونعم بالله. ربنا يحفظنا ان شاء الله. شكرا لاتصالك يا استاذ صبحي، شكرا جزيلا. طيب نرجع على موضوعنا. اللي هو الاكسبتنس للحاله. الاكسبتنس للحاله، انه احنا نتقبل الوضع اللي احنا فيه، ونعرف دايما انه انا ازاي اقدر استفيد من الفتره دي. افكر في خبراتي السابقه. خبراتي السابقه دي انا لما دخلت في مشاكل قبل كده خرجت منها ولا فضلت فيها؟ طبعا كل مشكله بتنتهي. كل مشكله لازم يجي تاخد وقتها وتخلص وتطلع. وهي الحياه اصلا سلسله من التشالنجز، من التحديات، فاحنا عايشين اصلا في تحدي. كل يوم نصحى الصبح عندنا تحدي جديد ان احنا نعيش، وان احنا نكمل، وان احنا نطور نفسنا، وان احنا نشتغل. فدايما لو حطيت في بالي ان انا الخبرات السابقه بتاعتي اجي استرجعها، طب انا عديت من المشاكل اللي فاتت دي كلها، دي كمان هتعدي. فدايما ببص عليها على انه هي حاله مؤقته هتخلص، وهبتدي اعيش الحياه اللي وراها. فانا لازم اجاري الحياه، استحمل الوضع ده، ابتدي استفيد منه على اكتر قدر ممكن. تمام. استفيد منه في حاجات كتير جدا، اكتشف هواياتي. يعني في ناس كتير جدا ما عندهاش وقت كان تقعد مع نفسها. انا لاحظت الصراحه يعني على السوشيال ميديا، لاحظت انه في ناس كتير، اولا موضوع الرجاله والطبيخ ده بقى موضوع عالمي، انه كل الرجاله بتعرف تطبخ دلوقتي. أيوة أيوة. وبعدين في هوايات كتير كانت مدفونه، الغناء، الرسم، الشعر، الكتابه، التصميم، المجوهرات، الخزف، كل ده كان مش كل موجود. الناس ملوش وقت، لانه ما عندوش وقت. بالظبط، ملوش. فدلوقتي لما عندك انت وقت دلوقتي، فابتديت انت تبدع، تبتدي تطلع. عارف ده ستريس ريليف اللي يطلع اللي جواك، لما ترسم، لما تشتغل حاجه في ايدك، لما تعمل تشتغل مع الالوان، التعامل مع الحاجات الجديده. طيب، وبعدين تكتشف نفسك. في ناس عندها هوايه القرايه وما عندهاش وقت، في ناس عندها هوايه الكتابه وما عندهاش وقت، او مش مكتشفه نفسها. صح. ما تعرفش. يعني في ناس كتير، يا ده انا اعرف اكتب، يا ده انا اعرف ارسم. ففي دي استعملها كفرصة للناس انه هي تعيد اكتشاف نفسها. طب انا فين من الخريطة؟ انا فين من السنين اللي فاتت؟ هل انا راضي عن نفسي؟ هل انا في حاجات عايز اطورها في شخصيتي، في شغلي، في المستقبل بتاعي؟ عايز اعمل ايه؟ فدي الحاجات كلها بتدي لك موتيف، بتدي لك دافع وحافز، حافز، بتدي لك طاقة ايجابية انه انت تفكر في اللي جاي. فالهدف أهم حاجة ممكن يعني يعملها الإنسان لنفسه. يعني أهم حاجة أنه ترسم أهدافك. في ناس كتير تيجي تسألها أنت إيه أهدافك، يقولك أنا ما أعرفش أهدافي إيه، أو مش مكتشف أهدافه إيه. فالفترة دي هي فرصة، فرصة أنه يا ربنا سبحانه وتعالى كان عايز. يعني في تقارير كتير كانت يقول لك الارض تتنفس. اجازة للارض كلها. اجازة للارض، يعني المصانع وقفت، الدخان، البوليوشن، الطيران، كل حاجه، يقول لك الارض عادت تنفسها من جديد، كانها بتتنفس اكسجين. الزرع ابتدى يخضر، الجو ابتدى يصفى. في تقارير كتيرة كانت بتتكلم. صح. عن الموضوع ده على. صح. الانترنت، بتتكلم عن البيئة ازاي اتغيرت. تمام. فخلينا نتقبل الفترة دي، ناخد حذرنا ونعدي على نرسم أهداف للفترة اللي جاية، ونعيد اكتشاف نفسنا. تاني حاجة، أنا مش عارفة عندك سؤال. تمام. ولا عايزة أنا أتكلم عن العلاقات الأسرية بس. تمام. كمل. تمام. بس خلينا ناخد مجدة معانا. مجدة صباح الخير. أوكي. ألو. ألو، صباح الخير يا مجدة، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي عزيزتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ممكن أكلم الدكتورة؟ أكيد معاكي، اتفضلي. أهلا وسهلا، اتفضلي. اتفضلي. أيوة لو سمحت يا دكتورة، بالنسبة للظروف اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي، طبعًا الحالة واقفة والدنيا واقفة ومفيش فلوس وكده، فدي بتبقى في حالة في البيت، في حالة شجن شوية عشان الدنيا واقفة وكده، فازاي نعمل أي يعني مشروع صغير أو نخلي حالتنا النفسية كويسة؟ وحتى الأولاد مفيش دروس، مفيش درس، مفيش تحفيظ قرآن، فبالنسبة لبناتي نفسيتهم تعبانة جدا، مفيش خروج، فازاي نضغط على كل الصعوبات ديت؟ شكرا لاتصالك يا مجده. هترد عليك الدكتوره حالا، سؤال مهم جدا من صميم دلوقتي الحلقة. انا لسه بقولك هتكلم عن العلاقات الاسريه، فالاستاذه اتكلمت عن الموضوع، جابت الموضوع يعني. طيب احنا دلوقتي انا اتكلمت عن الوضع الاقتصادي، انه هو وضع عام كل الناس بتمر فيه على جميع المستويات. انا اقدر اعمل حاجات في البيت على قد ما اقدر، يعني في مشاريع صغيره اللي هي الناس بتعمل أكل، بتعمل بتخيط، بتعمل حاجات، بتعمل أكسسوريز، بتعمل قطع صغيرة، مجوهرات، حاجات أي حاجة حرف يدوية بيتعلموها. تمام. أوكي. دي ده طريق ممكن أنا أسلكه وأتعلم فيه حاجات. في اللي عنده أولاد، اللي عنده أولاد ممكن يعلمهم، يعني هي بتتكلم عن تحفيظ القرآن، أنا أقدر في البيت أحفظ ولادي القرآن، أنا أحفظهم. تمام. أوكي. عندي الـ عايزة أعلمهم حاجة جديدة، أفتح اليوتيوب، إحنا عندنا نعمة الإنترنت دلوقتي، كل العالم قدامك متاح. تمام. فأقدر أعلمهم حاجات على الإنترنت، مثلا حتى في مشاريع للصغيرين للأطفال، إن هم يبتدوا يعملوا حاجات صغيرة ويعرضوها أونلاين ويبيعوها، عارف، ودي طبعا تحدي كبير جدا للأطفال، يعلمهم ازاي يبني شخصيتهم، ازاي يعلمهم ان هم يبتدوا يخافوا على يطوروا نفسهم، يعملوا حاجة ياخدوا فلوس عليها. عارف، فممكن أعلم أولادي يعملوا حاجة معينة على الإنترنت، ميداليات صغيرة، رسومات صغيرة، من حتى من حاجات بسيطة، من ماتيريال بسيطة غير مكلفة. تمام. طيب والحالة النفسية بتاعت بناتها كانت تقولك عشان ما فيش خروج، عشان ما فيش أي أنا حاجة، ألهيهم. تمام. وفي حاجة مهمة اللي هي إزاي، اللي أنا عايز أسألك يعني بخصوصها، إزاي ممكن واحد يطلع السترس عن طريق ممارسة رياضة معينة؟ طيب نيجي نتكلم عن الرياضة. يعني أنا لو كل يوم ألعب ولادي رياضة، دلوقتي الإنترنت كل حاجة موجودة عليه، يعني لو كتبت رياضة، لو جينا تطرقنا الموضوع، التمارين في البيت، التمارين في البيت كلها موجودة على النت، سهلة جدا ومتاحة، ده لو حد ما يعرفش. تمام. حتى الأطفال لأنه متعلمينها من المدرسة، فيلا نلعب رياضة الصبح ربع ساعة، عارف، بيحرك جسمهم. تمام. طيب هنعرض دلوقتي فيديو حضرتك حضرتيه امبارح مع الاطفال. عن ممارسه اليوجا. اثناء ما بتتكلمي حضرتك هنشوفه معنا، فكملي موضوع اليوجا. اوكي. تمام. خلينا نشوف هو هيطلع معنا على الشاشه. تمام. اوكي. تمام. فانا واجي نتكلم انه احنا مثلا انا بدربهم يوجا للاطفال. تمام. بعمل يوجا فور كيدز ويوجا فور ادلت. هنا دول أولادي التوينز بتوعي. تمام. ربنا يحفظهم. شكرا، ميرسي. وقاعدين يعملوا مديتيشن، يعملوا رياضة تأمل وتنفس. تمام. طب إزاي نبتدي بالموضوع ده؟ الموضوع بسيط جدا، أنا قاعدة هنا في الأرض بعلمهم. تمام. أنا كل يوم ألعب معاهم تقريبا 20 دقيقة. كل يوم؟ كل يوم 20 دقيقة الصبح نقعد نلعب، اعلمهم ازاي يعملوا الحركات، هم لسه صغيرين طبعا، بس حلو واحد بس بيتعلموا نفسيتهم على بعد شويه، وهم مبسوطين جدا، ابتدوا يصحوا الصبح، ماما يلا نلعب يوجا. تمام. مامي يلا خلينا نعمل رياضه، يلا خلينا نعمل مديتيشن. تمام. حتى المديتيشن دلوقتي حنتطرق له، ان هم ابتدوا يتعلموا يحركوا جسمهم، يتكلموا، يلعبوا، فابتدى عندهم الصبح لما يصحوا حاجه يعملوها. تمام. عارف، يلا نلعب، فيحسوا ابتدينا من هنا. هم شويه انا عايزه اعمل لهم دايت، فابتدوا يتقبلوا فكره انه احنا لازم ناكل هيلثي فود، لازم ناكل اكل مفيد وصحي، نسيب الاكل اللي يتخن. فلما ابتدوا يلعبوا رياضه ابتدوا يتشجعوا ان هم يخلوا بالهم على وزنهم، ان هم ما بياكلوش حاجه، وهم اطفال طبعا. وهم أطفال. صعب سيطر على الطفل، عايز شوكولاته وعايز بالظبط. بس انت ابتديت
معاهم لما ابتديت في حاجة بسيطة، والأطفال بيتقبلوا جدا 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 أكتر من الكبار. تمام. فتقدر تشكلهم على يعني تعلمهم على الصفات الكويسة وتعلمهم على العادات البوزيتيف زي ما انت عايز. تمام. فتبتدي تعلمهم. فالأطفال احنا لينا دي فرصة أولا أنه الأبهات والأمهات يقعدوا مع الأطفال فترات، احنا الآباء خصوصا مش موجودين خارج البيت طول الشغل، والأمهات طبعا أغلبهم بيشتغلوا فما بيشوفوش ولادهم غير ساعتين ثلاثة في اليوم. كانوا دلوقتي أنا عندي فرصة أن أنا أقضي وقت معاهم، فنستغل الوقت ده في البيت أن أنا أعلمهم رياضة، أعلمهم يوجا، أنا بلعب معاهم يوجا على طول، وميديتيشن. الميديتيشن للكبار طبعا. تمام. والصغار الصغيرين أنه هو طريقة أي حد ما يعرفوش يكتب تأمل على اليوتيوب أو يكتب meditation for beginners. طيب تمرين اليوغا كده صباحي لمدة 10 دقائق أعمله إزاي؟ بص إحنا هنا شوف الـ 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 أفتح على اليوتيوب. أنا طبعا دلوقتي إحنا في استوديو، ممكن في يوم مثلا حتى لو نحب نعمل حلقة نعملها في مكان out، يا ريت والله، يعني open air، ونعمل حلقة كاملة عن اليوغا والميديتيشن. إنه أنت تفتح على اليوتيوب تقول 10 دقائق يوغا، عارف يعلمك حركات بسيطة جدا. على فكرة اليوغا بسيطة جدا، حركات بسيطة بس تفرق، لأنه هي تعمل يونيتي بين العقل والجسم والروح، وتعمل ستراتش كده للجسم تخليك تعيد نشاط الطاقة في جسمك كله. طيب هل اليوغا مطلوبة بشكل ضروري يوميا ولا ممكن مرتين في الأسبوع أو ثلاثة أو على حسب؟ الناس اللي تتعود عليها مش هتسيبها، مش هتسيبها طبعا. وبعدين أنا لما ألعب 10 دقائق نص ربع ساعة في اليوم مش هيأثر عليا، بالعكس ده هيديني positive energy، يديني دفعة من الطاقة الإيجابية. تمام. في ناس ما عندهاش وقت بتعملها مرتين في الأسبوع، مش غلط طبعا، هو وأغلب الكورسز كمان مرتين يعملوها. بس أنا في البيت مدام أن أنا قاعدة، يعني أنا قبل الحضر ما كانش عندي الوقت ده أنه كل يوم ألعب، كنت بلعب مثلا لما عندي وقت مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع مرة بس. يعني اليوغا والميديتيشن واحدة من الحلول اللي تخليك انه انت بتغير يومك، يبقى اللون اليوم لطيف وحلو ولذيذ يعني. تمام. خلينا ناخد حسن معانا على التليفون. صباح الخير يا حسن. صباح النور، كل سنة وانتم طيبين. طيب. عايز اسال الدكتور. تفضل تفضل معاك الدكتور. تفضل حسن. عاوزين من اغلب الحاجات في ايه ثاني غير الرياضه، وسمعت ان الشمس والميه بملح او الملح بيبقى في الاوضه تتعرض نص ساعه طاقه ايجابيه وبيشيل الطاقه السلبيه، ايه تاني حاجات مثلا برضو غير الرياضه برضو؟ تمام، شكرا. تدي طاقه ايجابيه. هل الملابس القديمه بتبقى من سنين برضو بتدي طاقه سلبيه لو الواحد لبسها؟ حاجات كثيره انا عايزين نعرفها من الدكتوره برضو. بارك الله فيك. حاضر، شكرا جزيلا لك. ميرسي يا حسن، ميرسي. طيب عن 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 طاقه الملح والميه، الناس كلمت فيها كثير الموضوع ده كثير. هو دايما الميه وملح بيسحب التعب من الجسم. تمام. فدي حتى لما الناس تقول لك امسح البيت، البيوت تتمسح بمية وملح بتسحب الطاقة السلبية من زوايا البيت. فطبعا هو حاجة صحية جدا مش مضرة. واي نوت، أنا لما أقدر أتعرض لمية وملح. بس مش كل الناس عندها مثلا تاب في البيت، مش كل الناس عندها بانيو تنزل فيه. تمام. ممكن يحطوا رجليهم في مية وملح، بيقولوا برضو من الإيد ومن الرجلين بتسحب الطاقة السلبية من الجسم. التعرض للشمس طبعا كويس جدا جدا، لو حتى يعني في الشمس ربع ساعة في اليوم. أنا بس عشان فيتامين دي عايزة أتكلم عن حاجة اللي هي الصحة النفسية، أنا إزاي أحافظ عليها بالضبط. صحتي النفسية أنا أهم حاجة عندي، لأنه أنت أي حاجة تيجي جسدية تضرب الفيزيكال بادي بتاعي، هي تبتدي صحية الأول، تبتدي نفسية الأول. يعني أنا حالتي النفسية لما تتدهور أبتدي أمرض في مكان ما. وفي اسمه ده الأمراض النفس جسمانية اللي هي تضرب النفس وبعدين تضرب تخش على الجسم، وضع الجسم تخش على الجسم، أو أحس إن أنا جسمي مكان ما بيوجعني جدا، وأجي لما أجي أروح أشوف إنه أنا السبب نفسي، أروح دكتور يقولي ما فيكيش حاجة. طيب معانا حسن مرة تانية. حسن تفضل. حسن صباح الخير. للأسف فصل. تفضلي. ف
فأنا مطلوب مني أحافظ على صحتي النفسية، أحافظ على صحتي النفسية. أنا دايما لازم أفكر علشان أخلص من كل ده وأفكر بطريقة إيجابية، أنا لازم أحافظ على صحتي، لأنه الصحة أهم ما يملك الإنسان، أهم من المال، أهم من الشغل، أهم من أي حاجة. فكل ما أقعد أفكر مع نفسي أنا إزاي أخرج من الوضع ده، أجي أفكر طيب أنا إيه اللي هيأثر عليا لما أمرض؟ هخسر كتير، يعني هخسر حياتي كلها، لأنه هو الصحة تاج بالزبط. أنا اللي مسؤولة عن بيتي، أنا الصحة اللي مسؤولة. هي رأس مالي، فهي هي التاج. تمام. عارف أنا دايما بقول هي التاج، أهم حاجة عندي أملكها في الحياة هي صحتي. فأنا إن معرفت أحافظ عليها، فكل ما أبتدي يتغير سلوكي، أبقى عصبية، أبقى متضايقة، على طول أفكر طب أنا هستفيد إيه؟ أستفيد إيه من العصبية دي؟ اللي هتعمله إنه هي هتأذيني، هتأذي صحتي، هتنزل جهاز المناعة بتاعي، هتخليني مناعتي ضعيفة، فأقدر أستقبل أي مرض بسهولة جداً بسهولة. وأتعرض لأي فيروس بسهولة جداً. فأنا عندي كم حاجة لازم أعلي جهازي المناعي، جهاز المناعي يعلى لما صحتي النفسية تبقى كويسة. فأفضل بقى طول الوقت أتكلم مع نفسي، وده يعتمد يا ترى على درجة الوعي، يعني درجة الوعي بتاعت الناس، إن أنا في أي مرحلة من الوعي وأقدر أفكر دايماً أعلي الوعي بتاعي، أتكلم مع نفسي، أدي لنفسي دفعات إيجابية من الكلام، ما خليش نفسي أستسلم للإكتئاب وأستسلم للكآبة. على طول الهواجس والوساوس، أول ما تجيني فكرة سلبية على طول أقوم أعمل حاجة، ما اسمحش لنفسي إن أنا أقعد في مود سلبي، ما اسمحش لنفسي إن أنا أتعرض لأفكار. أول ما تجيني أفكار سيئة أشغل نفسي بحاجة، أشغل نفسي بحاجة أو أغير طريقة تفكيري، أفكر في حاجة حلوة، أفكر في هدف حلو، أتخيل وضع حلو، أتخيل حاجة حلوة جاية. فما اسمحش لعقلي إن هو يمرر عليا أفكار سلبية وأفكار سيئة تقلل جهازي المناعي. طبعا الكلام مع حضرتك ممتع جدا وجميل جدا ومفيد جدا، وانا شخصيا استفدت كتير، بس للاسف وقت الفقره بيعدي زي البرق في المواضيع الجميله واللي فيها ايجابيات وفيها حاجات حلوه. الاستاذه ريم العبدلي استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه، ميرسي جدا جدا لوجودك معنا النهارده. اهلا اهلا بيكم، اهلا ميرسي جدا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل فقره الابراج الفلكيه، وحنشوف الطاقات الايجابيه، وان شاء الله ما فيش اي حاجه سلبيه. بعد الفاصل مستني كل اتصالاتكم وتليفوناتكم على أرقام التليفون الحاضرة على الشاشة. بعد الفاصل فقرة الأبراج، ابقوا معنا.